صباح الخير. صباح النور. نايمة وغرقانة بالنوم، جيت اجي لعندك وقال لك رايح على المدرسة، بس ما صحيتي ابدا. راح يعني؟ ايه من شوي راح. يا الله شو عم بيصير؟ مالي بالعادة نام هيك. والله انا ما بفهم بكل هالقصص، بس بتوقع طبيعي. يعني ان شاء الله هيك. بلشنا اوهام مثل العادة. ايه شو ما بدك نروح نعمل ايكو؟ حضري حالك بسرعة. لوين؟ عالسوق ومنتمشى لنا شوي. ليش ما عندك شغل اليوم؟ انت اهم من الشغل كله. يلا لا تتأخري. ايه واخيرا فقت يا باشا، والله نور البيت، يسعد لي هالصباح الحلو. شو متأخرين اليوم بالنومة؟ صباح الخير مرتخي. طاهر ليش هيك شكلك مهموم؟ شوفي. ايه طبيعي. برافو عليها سلفتي، والله ما غلطت معك نهائيا. ما فيك تقول شي، انت غلطان. بما انه الحق عليك ما فيك تحكي مع بنوب. ايه لكن سلفي اخي راح صح؟ ايه صح، هلأ راح. نفس فائت شي؟ ايه عم تلبس. رح صبلك كاسة شاي. ما تقومي مرتخي، بدنا ننزل عالسوق هلأ. ليك سلفي، اسمع هالنصيحة من قاسية واشتري لمرتك قطعة ذهب. ليش؟ جيب لها شي اسوارة او طوق او خاتم، شو ما بدك. بتعرف نحن كتير منحب الهدايا التقيلة، وبعدين الذهب بيضل عندكن وبيفيد. ايه طيب ماشي رح جيب. هلأ مرتك حامل، وهالشي مو سهل، يعني رح تكون حساسة زيادة عن اللزوم، ولهيك لازم تتحملها. وانت بالك طويل ما شاء الله، مو مثل مصطفى يعني. فهمت مرت اخي، رح جبله. سلفي انت مانك منيح وما عم تقلي شبك. شو اللي مخبي؟ في شي صاير وانا ما بعرفه مزبوط طاهر؟ قلي شو القصة؟ لا تشغلي بالك، ما في شي. شو وين أمي؟ طلعت هالفترة ما عم تقعد بالبيت أبدا، طلعت لتتمشى. صباح الخير. أهلين. صباح الخير يا حلوة. يلا لا تنطري، خدي طاهر وطلعي تتسلوا وبتغيروا جو. ايه يعني شمي هوا، هالمشوار ضروري كرمالي. ادعي لنا مرتخي. يلا منشوفك. باي آسية. يلا روحوا الله معكم. هازان بنتي اسمعيني شو بدي اقول. بدي منك تتصلي باختك وتقنعيها تجي، المهم تجيبيها، وهديك اللي اسمها امك خليها تقعد وتنبسط بالقصر وتاخده لحالها كله. امرك تيتا. يلا بلا ما تبردي فوتي لجوا. ماشي. الله ييسر لك كل امورك يا روح قلبي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.